أرحب بضيفنا اليوم محمد الجواهري، المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات. أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم كذلك في مدينة الدار البيضاء. شكرا لك. أولا، لماذا اختيار موضوع المدينة الذكية ودورها في خدمة التجديد الترابي كما هو شعار اللقاء الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء أستاذ محمد الجواهري؟ أهمية هذا الموضوع بالنسبة لنا فهي يعني واحد تواصل لواحد العمل اللي يعني واحد الحركية اللي بديناها من 2015-2016، وبالنسبة لنا هذه يعني واحد الحلقة اللي باش تتأكد فيها اللي الحمد لله السلطات العمومية والسلطات المحلية ديال مدينة الدار البيضاء انطلقت فيها من 2015 باش إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون مدينة الدار البيضاء من المدن الإفريقية الأولى اللي يمكن لها يعني تبداها بالذكاء ديالها. وهنا الذكاء يعني واخا يعني لما تتم ترجمة ديال سمارت سيتي بمدينة الذكية فهي شيئا ما حالة نقسم فعالية الكلمة سمارت سيتي، فيعني الذكاء بمعنى أن المواطن أو الساكنة ديال مدينة الدار البيضاء هما تيتمتعوا بواحد لاكاليتي ديال العيش اللي تسمح لهم أنهم يزولوا العمل ديالهم، يزولوا الحياة ديالهم في واحد الظرفية اللي تتكون ظرفية مريحة. وطبعا اختيار هذا الموضوع هذه السنة ربما يأتي في ظل ظرفية حالية صعبة مطبوعة بالجائحة، وهذا أمر أيضا يبرز الحاجة إلى المدن الذكية اليوم في عالمنا. أستاذ محمد الجواهري. تماما أستاذ، أكثر من ذلك فيعني حتى الموضوع اللي اختارينا هذه السنة اللي اتطرقنا له هذه السنة فهو تقريبا فرض نفسه علينا لما يعني اللجنة العلمية بدأت تختار الموضوع لهذه الطبعة، فلقينا نفسنا بأنه كيف قلتي أن هذه الجائحة غيرت الكثير الكثير من أنماط ديال الحياة ديالنا، ولقينا بأنه الحمد لله فالمغرب قدر يعني يتجاوز ويبرهن على الكفاءة دياله في المحاربة ديال هذا الوباء، وأكثر من ذلك المحاربة ديال الإكراهات اللي فرضها علينا هذا الوباء، باش لأنه الحمد لله كاين إبداعات كاين اختراعات لكل واحد في إطار العيش دياله اليومي، فهذا يجعل أنه الحمد لله داك التحول الرقمي أو الرقمنة بصفة عامة جعلت أنه الحمد لله يعني قدرنا نتجاوزوا داك الإكراهات اللي كانت فرضت علينا الاحترازات الصحية اللي جعلت المغرب يبرهن على أنه يعني قادر يحمي نفسه بالاحترام ديال هذه الاحترازات والصحية، وفي نفس الوقت أنه يعني داك الإكراهات السوسيو اقتصادية واجتماعية بصفة عامة أنه يتجاوزها باستعمال الرقمنة باستعمال الآليات الجديدة اللي اليوم الحمد لله المغرب برهن بأنه يقدر يكون واحد العامل مهم في الخارطة العالمية ديال الرقمنة الجديدة. نعم، والمغرب أستاذ محمد الجواهري عمل منذ سنوات على تكريس المدن الذكية، وطبعا الدار البيضاء رسخت مكانتها على مر السنين كمركز إفريقي كبير. اليوم كيف ترى وضعية الدار البيضاء في هذا المسار؟ ما أهم ما حققتها الدار البيضاء؟ بالنسبة لي تنظن بأنه الحمد لله كيف قبلك احنا بدينا في هذا العمل ديال وضع مدينة الدار البيضاء في الخريطة العالمية ديال المدن الذكية من 2015. أكثر من ذلك كيف تتعرفوا لأن المدن الذكية فهو يعني نموذج، والنموذج المغربي اليوم أصبح يعني معترف به دوليا، لان النموذج المغربي عنده كيف نقولوا ركيزتين. الركيزه الاولى هي انكلوزيف، يعني انه مندمج للجميع، اي مواطن يمكن له يشارك فيه فريغال، يعني بان غادي تستعملوا الاليه تستعملوا جميع ما نتمكن منه، يعني ما تنحاولوش اننا يعني نستعملوا نشريو نقتني شيء باش عاد نوليو مدينة ذكية. يعني الموديل ديالنا والدليل على ذلك فهذا الموديل كنخدع الجائزة ديال E3E، E3E كي تتعرفوا فهي واحد المنظمة عالمية اللي متخصصة تصنيف ديال المدن الذكية،
والحمد لله في 2015 لما تم تقديم بشراكة مع الجامعة الحسن الثاني ديال مدينة الدار البيضاء الملف ديال مدينة الدار البيضاء، فتم تصنيف مدينة الدار البيضاء والنموذج ديالها كنموذج يعني معترف به، وهذا هو الدليل اللي يجعل أنه الحمد لله اليوم من ذاك النقطة أعطتنا واحد خريطة طريق. فالحمد لله كل سنة كيف تتعرفوا كل سنة كنا نديروا هذا الموعد ديال سمارت سيتي كازابلانكا باش تكون واحد بالنسبة لنا واحد العملية ديال أولا نسوقوا المدينة الدار البيضاء فيما يخص ميدان ديال الإنجازات في هذا الصدد، وفي نفس الوقت باش نحاولوا نتبادلوا التجربه مع المدن اللي سبقتنا في هذا الميدان. طبعا وكان هناك مجموعه من الخبراء الذين حضروا هذا اللقاء في الدار البيضاء من دول اخرى من اجل استعراض تجاربهم. تماما. بالنسبه للمواطن البيضاوي او الزائر للدار البيضاء، كيف يلمس هذا التغيير الذي عرفته المدينه وكونها اصبحت مدينه ذكيه؟ بالنسبه للمواطن البيضاوي فالحمد لله كي تعرفوا مدينه الدار البيضاء هي اول مدينه مغربيه تلقات ما يسمى بخريطه لو شيما ديريكتور دو لا ترانسفورماسيون نيميريك، واللي هي تتمتد من 2018 حتى 2022، واللي في الحاويه ديالها اكثر من 60 مشروع اللي تيهم المواطن في حياته اليوميه، وهذا ممكن له اللي يكون بواحد الطريقه ملموسه. فالحمد لله واليوم اللي تزيد يسمى ياكد لنا بانه رحنا في الطريق الصواب هو انه يعني حتى من الناحيه الوطنيه تشرفنا بالتدخل ديال السيد الوالي المدير العام ديال لا ديريكسيون جينيرال ديال دي كوليكتيفيتي تيريتوريال، ويعني في الحاويه ديال المشاريع فيعني الحمد لله اليوم واحد الانجازات اللي قامت تجعل ان المواطن من كل اللي يحس بهذا اللمسة ديال التحول الرقمي. فاحنا مثلا عندنا في الدار البيضاء كاين كازا يوربا، كاين روخاس بو ايما، كاين شيكايا بو ايما، كاين واحد العدد من الاليات اللي تتبقى هي غير اليات ولكن في نفس الوقت تسهل الحياة ديال المواطن. فحيت كيف تقول تنأكد عليها فتمختيتي اولا الهدف ديالها، والهدف المهم اولا هو ان تكون واحد الذكاء جماعي باش نزيدوا للقدام، ثانيا ان المستفيد الاول والاخير هو المواطن في حياته اليوميه. نعم، وهذا الامر ايضا استاذ محمد الجواهري يسهل الماموريه امام من يريد الاستثمار في المدينه، وايضا يجعل الاقتصاد اكثر ازدهارا. تماما، يعني ما كانش يمكن نقول احسن من الكلام ديالكم في هذا الاطار هذا، وحنا تنلمسوا تنحسوا به، والدليل على ذلك ف يعني الموعد ديالنا ويعني بكل تواضع الموعد ديالنا ديال سمارت سيتي ولا اليوم واحد الموعد اللي يعني يحسب له ويبرمج بالنسبه لهذه الطبعه، ولو انها هي طبعه يعني خاصه لان كيف تعرفوا الاحترام يعني الاحترازات الصحيه كان علينا تلزمنا باش نديرو يعني واحد الحصه حضوريه وحصه يعني عن بعد ديجيتال. ومع ذلك كما كان عندنا طلبات كثيره خصوصا من الدول يعني الاوروبيه الامريكيه والافريقيه كذلك باش يكون واحد المشاركه، والحمد لله تما. وهذا يعني بالنسبه لي تنساهم في تنظيم ديال هاد التظاهرة من سنة 2016. كل ما كنا في 2016-2017 حنا اللي كنمشيو نقلبوا عليهم باش يساهموا معنا، فاليوم بالعكس يعني ولينا تلقاو عروض للمساهمة والمشاركة، ونحسوا بأن كاين واحد الفضولية باش يعرفوا فين وصل المغرب فيما يخص المدن الذكية. نعم، وعلى أمل أن تصبح مدننا جميعها ذكية بما يعود بالنفع سواء على المواطن أو أيضا على الزائر لبلدنا. كل الشكر لك محمد الجواهري المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء لتنشيط والتظاهرات، كنت معنا من الدار البيضاء. إن شاء الله إلى السنة المقبلة كذلك. مرحبا أهلا وسهلا.